40,000 شهيد، لكل منهم قصة، لكل منهم حكاية، لكل منهم طموح، لكل منهم هدف. 40,000 شهيد في زمن التكنولوجيا، زمن الإعلام، زمن الحريات والحقوق المزعومة والكذابة. هل ينفع الكلام؟ والله إنه وقت الغضب الفعلي للعالم وأحرار العالم، وقت محاسبة كل ساسة العالم التي تلطخت يداها بدماء هؤلاء الأبرياء. 40,000 شهيد منذ 7 أكتوبر تتحمل مسؤولية قتلهم الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن. العالم بأكمله يتحمل المسؤولية الكاملة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن لبشر، لا يمكن لإنسان سوي أن يقوم بهذه الجرائم. رغم اعتزازنا بأنهم شهداء، رغم اعتزازنا بأنهم صاروا أحياء عند ربهم يرزقون، في الحقيقة محتاجين ننظر خلف هذه اللقطة. خلف هذه اللقطة امرأة صارت أرملة، أطفال أصبحوا أيتام، جوع، فقر. في الحقيقة هذه الدماء تحتاج أن نتحرك لنثأر لها. علينا أن احنا نركز من قتل هؤلاء، من دمر غزة بهذا الشكل. أنا بقول أن احنا علينا أن نبرز أن كل من هرول إلى التطبيع مع دولة الكيان ولو بسطر واحد مسؤول وفي رقبته دم هؤلاء الأبرياء. سامحونا يا شهداء غزة، سامحونا 40,000 شهيد، ونحن نعيش ونأكل ونشرب ونرعب بيوتنا وأطفالنا.